انا فكرت في حالتين، الحالة الاولانية ان انا اقف في مكان ثابت، الحالة التانية فكرت فيها قلت لو شرطة المرافق خدت الحاجة بتاعتي ما عطلش، في صندوق صغير في البيت ومعايا العربية هيت، العربية الصغيرة ديت اطلع اسرح بيها عشان ما ينفعش ان انا اشيل صندوق ورنيش على كتفي وابن مؤهلات عليا، ما ينفعش، واخد بالك؟ فعملت عربية مكلفها برضك، وحاطط كنت حاطط فيها تلفزيون وكاسيت وانوار وبتاع وشغله كله بطاريات، مفيش سرقه ولا اي حاجه، والحمد لله هنا الناس حبتني دايره محرم بيه والحمد لله. انا بقالي 7 شهور بشيل العيد الكرسي بشيله من هنا لو بطلع بيه الكوبري الناحيه التانية، الحته دولت 6 حتت، 6 حتت بهدى بطلع وبنزل، وكل يوم مرتين بدعي من ربنا ان حد من السادة المسؤولين صوتي يوصل له بحيث ان انا اخد حتة كشك، اي حاجة صغيرة حتة كشك مثلا تركن فيه الحاجة بتاعتك، ابقى ثابت ولا اشيل ولا احط، ابقى ثابت. ايه رايك لو الفكره بتاعتك دي ان انت اتحطت مثلا في حته زي القلعه، في حته سياحيه من اماكن اسكندريه، مش تحت كوبري، يعني مش تحت كوبري محرم بيه برضو، مش منطقه سياحيه، ايه رايك لو اتحط في مكان زي ده وتحس ان ممكن فعلا يبقى فيه الكرسي بتاعك ليه دور في ان هو يجذب السياح؟ غير كده هطوره، يعني مش انا كده كده عايز اطور، بس ما ينفعش ان انا اطور وانا قاعد في الشارع، يعني انا عايز اطور العده بتاعتي، الفكره في دماغي، بس ما ينفعش ان انا اطور حاجه وانا قاعد في الشارع. واتمنى من الله ان انا اروح اي مكان سياحي هيبقى ما فيش زيه في العالم. اللي عايز يعمل مشروع يعمل مشروع ولو بسيط وهو شغال يحاول يطور فيه ما يملش، لان الملل وحش والحياه حلوه. حاجه حلوه طبعا، مش موجوده عند اي حد دلوقتي، الناس ما بتفكرش، الناس عايزه تجيب الجنيه باي طريقه وخلاص، هو نفذها بطريقه شيك وعملها يعني بطريقه حلوه. فكره عم حسن صراحه لفتت انتباهنا كلنا هنا في محرم بيه، لان هو هنا راجل مش مجرد بيعمل الموضوع وخلاص، لا هو حبه، يعني حتى الموضوع زي ما انت شايف حاطط حاجات انتيكه، تحس ان انت قاعده بتلمعي الشوز بتاعك، الموضوع لذيذ صراحه، مش حاجه منطقيه، مش زي كل اي حد بيعمل الحوار ده، هو متخصص في ده اكيد طبعا. المسؤولين لما يشوفوا حاله ان هو راجل يعني بيجي وراك لعيشه، وفي نفس الوقت انا بعمل حاجه جديده بالنسبه للسياحه اللي بتيجي او بالنسبه حتى لسكان المنطقه، حاجه مش مختلفه، يساعدوه اكيد، يبقى احسن بكتير يعني. حسن افندينا ماسح احذيه على الطريقه العثمانيه، فكره جديده لراجل تعدى الستين من عمره، لكنه يحتاج الكثير من الدعم من الاسكندريه فولا ميخائيل